طيب صباح الخير جميعا، بنرحب فيكم في اللقاء الثاني في الذكاء الاصطناعي. حكينا المرة الماضية عن مفردات المساق، وحكينا انه احنا في هذه الجزئية اللي هي انه احنا بنحاول نتعرف ايش هو الذكاء الاصطناعي، تمام، وبدنا كذلك نتعرض لهذه الجزئية اللي هي بتحكي عن state of the art في الذكاء الاصطناعي. state of the art ذكرنا انه هي احدث ما توصل اليه العلم او ايش الحالة الموجودة حاليا في الذكاء الاصطناعي. خلينا نكمل في ايش هو الذكاء الاصطناعي. ذكرنا المرة الماضية انه الذكاء الاصطناعي بيحتوي على عدة مواضيع، منها الماشين ليرنينج والنيورال نتوركس والكمبيوتر فيجن والناتشورال لانجويج بروسيسنج والديب ليرنينج. هذه هي المواضيع. ذكرنا انه الكمبيوتر فيجن انه الفكرة الاساسية انه بده يكون في عندي نظام رؤية للحاسوب، بتمكن الحاسوب من انه هو يكون في عنده نظام رؤية للبيئة اللي موجودة حواليه، بحيث انه يقدر انه هو يتفاعل معه. وهذا الكلام احنا ذكرنا المرة الماضية انه في عنا باب بدنا نحكي فيه على الانتليجنت ايجنتس، والايجنتس حكينا انه في عندي نوعين، في عندي هاردوير وسوفتوير. هاردوير بيكون روبوت وسوفتوير بيكون عبارة عن برنامج. ففي الهاردوير بنحتاج لنظام رؤية، فهذا هو الموضوع المتعلق بالكمبيوتر فيجن. عندنا حنشوف ايش هو الكمبيوتر فيجن. النيورال نتوركس حكينا انه المرة الماضية انه هي عبارة عن الشبكات العصبية. طبعا الانسان عادة لما بيحاول انه هو يصنع شيء او يعمل شيء، عادة انه هو بيشوف بتطلع حواليه ايش في موجود في الطبيعة. يعني على سبيل المثال بده يصنع طيارة، بتطلع كيف الطائر، ايش في عنده اجنحة وفي عنده ذيل، فبالتالي هو ما اجاش في باله انه هو بده يصنع الطائرة هيك من فراغ، اكيد اطلع على مثال سابق، تمام. فربنا سبحانه وتعالى هو وحده اللي بيخلق بدون مثال سابق، لكن البشر بده يصنع شغلة معينة أكيد بده يطلع على مثال سابق موجود أو يستوحي الإشي هذا من مثال سابق موجود. وهذا الإشي موجود مش بس في صنع الطائرة، في أي شغلة إنه إحنا بتخطر على بالنا، نظام الاتصالات أو الاستشعارات اللاسلكية أو الشغلات هذه كلها مستوحاة من الحشرات ومن عالم الحيوان، كيف انه هي بتصير آلية التواصل فيما بيناتها. فنرجع لموضوع النيورال نتوركس، انه الانسان لما نفكر انه هو بده يعمل انظمة ذكية، اطلع انه ايش الذكاء هذا وين موجود. موجود في عقل الانسان. عقل الانسان من ايش مكون؟ مكون من مجموعة من الشبكات العصبية. والمرة الماضية أورجيكم إنه البيولوجيكال نيورون إنه كصورة هنا، إنه زي ما إحنا شفنا إنه هذه هي الرسمة، إنه البيولوجيكال نيورون أو يعني الخلية العصبية اللي في دماغ الإنسان مكونة من السيل بادي، وهذه عبارة عن مستقبلات بتستقبل الإشارات الكهروكيميائية، تمام. طبعا هنا بيصير في تفاعل كيميائي معين، لأنه هي بتشتغل بنظام كهروكيميائي، بيصير تفاعل كيميائي معين، وعلى هذا الأساس بتنقل إشارة للطرفيات هذه، واللي هي بدورها أصلا موصلة بشبكات عصبية أخرى، و الشبكات العصبية الأخرى كذلك بتستقبل، بتجري عملية كهروكيميائية وبتنقل الإشارة للخلية اللي وراها وهكذا. الآن إحنا بدنا نعمل سيميليشن لهذا الكلام في الشبكات العصبية، إنه بده يكون في عندي هنا مدخلات اللي هي المستقبلات، والسيل بادي هنا بدنا نستبدله ب artificial neuron، عقدة اصطناعية عصبية اصطناعية، وبدل التفاعلات الكهروكيميائية بدنا نجري عملية رياضية حسابية، تمام. بناء على العملية الحسابية هذه بيكون في أنا عندي ناتج، وأنا بوزع الناتج هذا على المخرجات. طبعا هذه النقاط أنا بوصلها ببعض، وبدنا نشوف هل هذا الموديل أو السيميليشن اللي احنا عملناه، هل أنا ممكن أنه أخليه أنه يقدر يتعلم أو يفكر زي الإنسان. هذا الكلام حنشوفه بالتفصيل في في لما نحكي بالتفصيل عن الشبكات العصبية، تمام. طبعا احنا حكينا سابقا انه انا في عندي الذكاء الاصطناعي عدة مصطلحات اللي هي تعلم، التفكير،
التفكير والتحليل طبعا بده يكون في عنده استذكار، لازم يكون في عنده ذاكره، والذاكره هذه بدها تكون يا يعني يا اما مؤقته يا اما على المدى البعيد. مؤقته لو يعني لو طلبت من حدا معين ايش رقم تليفونك، بقول لي رقم تليفوني 37210، اوكي بروح انه الذاكره هذه بشكل مؤقت 37210، بعد هيك هذا الرقم بيتبخر انا عندي من الذاكره لانه انا احتجته فقط في سياق معين. بينما أنا في عندي معلومات بحتاجها على المدى البعيد، أنه أنا بحتفظ فيها لأنه بتمثل أنا عندي الخبرات المتراكمة تبعتي. طيب فنرجع نجمل الموضوع، التعلم، التفكير والاستذكار، أنه بده يكون في عندي ذاكرة وحل المشاكل. فجزئية التعلم بدنا يكون في عندي آلية أنه نخلي المشين أنه هي تقدر تتعلم، فبنصطلح هذا هو المشين ليرنينج. فكيف الماشين انه هي بدها تقدر تتعلم؟ هذا الكلام طبعا انه احنا بنتعلم بالخبره بالممارسه، بانه انا بتمر علي انماط معينه، فبالتالي انه انا بستكشف نمط معين. والماشين كذلك نفس الشيء، الانماط هذه حتكون على شكل بيانات، فبالتالي بيكون انا في عندي سجلات من البيانات بدخلها لخوارزميه معينه، الخوارزميه هذه بتتعرف على الانماط تبعتها، فبالتالي بتقدر انه هي تتعلم انه لما يكون انا عندي المدخلات هيك وهيك وهيك المخرج بيكون أنا عندي زي هيك. تمام؟ هذا هو موضوع الماشين ليرنينج. موضوع الناتشورال لانجويج بروسيسنج هو المعالجة الطبيعية للغات البشر، وهو أكيد موضوع مرتبط بالذكاء الاصطناعي. شو السبب؟ لأنه إحنا بدنا نخلي الماشين تفهم اللغة الطبيعية تبعتنا تبعت البشر، بحيث إنه أنا أقدر إنه أنا أسأل الكمبيوتر أسئلة أو أعمل عمليات بحيث وهو يعطيني جواب معين. فبالتالي على سبيل المثال هنا في محرك البحث، انه انا لو ادخلت مثلا انا عندي مثلا مواقيت الصلاة، قدر انه هو يفهم شو طبيعة السؤال تبعي، انه هو انا عندي مواقيت الصلاة، وعمل لي structuring للinformation هذه للمعلومات هذه على شكل جدول وطلع لي اياها، انه انا عندي هاي المواقيت بهذا الشكل. تمام؟ وممكن انه هو يطلع لي النتيجة كذلك ل 30 يوم كجدول. فبالتالي الكمبيوتر هنا انه قدر انه هو يفهم علي انه يعني كمحرك بحث انه انا اطلب منه اساله اسئله معينه زي هيك، يعني مثلا ممكن اساله انه كم المسافه بين القمر والارض، فهي بيطلع لي اياها انه هي معلومه انه انا عندي 384 الف كيلومتر مربع. فبالتالي هذا هو مفهوم اللانجويج اندرستاندينج، انه الماشين قدرت تفهم اللغه تبعتي. فانا بصيغ السؤال بالناتشورال لانجويج، هو قدر يفهمه، عمل عمليه بحث وطلع لي الجواب بهذا الشكل. اضف على ذلك اللي هو عمليه التعرف على الصوت. فبالتالي انا ممكن اسوي الشغله هذه، انه انا ممكن احكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فبالتالي بصير انا عندي تعرف على الكلام في الريال تايم زي ما انتم شايفين على الشاشه الان. هذا الكلام كله دخله كفريز وعمل عملية بحث. تمام؟ أوكي؟ فهذا هو الـ Natural Language Understanding. فبالتالي أنه يكون عنده القدرة على التعرف على الكلام كصوت كموجات صوتية ويقدر يحولها لنصوص زي هيك، هذا بيتطلب ذكاء. فهذا عشان هيك أنا عندي الـ Natural Language Processing عنده العديد من التطبيقات في الذكاء الاصطناعي. تمام؟ عندي كذلك من المواضيع الديب ليرنينج. حكينا انه الديب ليرنينج هو التعلم العميق، تمام، والتعلم العميق هو انه هي تكنيك جديد من الماشين ليرنينج. تمام؟ وحنشوف الفرق بينه وبين الماشين ليرنينج. فهو انه بنقدر انه احنا نخلي الآلة انه هي تتعلم بس باسلوب متقدم. حنشوف الفرق بيناتهم. الآن نيجي نتطلع على تصنيفات الماشين ليرنينج. حكينا أنه أنا في عندي سوبرفايزد، أنه بيصير في أنا عندي تعليم للماشين أنه بإشراف. أنسوبرفايزد أنه بيتعلم لوحده بدون إشراف. تمام؟ رينفورسمنت ليرنينج أنه بيكون أنه التعليم بالإجبار، يعني بمعنى ذلك أنه أنا بيكون في عندي ثواب وعقاب، بمعنى ذلك أنه أنا بحط الايجنت انا عندي في بيئه معينه، اذا سوى شغله كويسه بعطي له جائزه، واذا سوى شيء مش كويس بروح بعاقبه. تمام؟
يعني على سبيل المثال أنا ممكن أحط روبوت إنه هو ينظف هذه القاعة، فبالتالي إنه لو هو إنه أنا تركته مثلاً 3 ساعات، لو إجيت بعد 3 ساعات ولقيت إنه القاعة لسه متسخة فبالتالي بعاقبه، فهو له الحرية الكاملة إنه هو أنا في عنده possible actions إنه هو ممكن يسويها، إنه هو ينظف ويضل إنه هو يتجول بدون ما ينظف، فهو بتعلم إنه إذا أنا تجولت بدون ما أنا أنظف معنى ذلك إنه أنا حتعاقب، لا حبطل أسوي الشغلة هاي، فبالتالي بروح بجرب الأكشن الثاني. إيش الأكشن الثاني؟ إنه أنا بتجول وبنظف، تمام؟ فبالتالي لما أنا أجي بعد 3 ساعات ولقيته إنه هو منظف معنى ذلك إنه بدي أعطيله جائزة، فهو بتعلم إنه الأكشن هذا بيزود السكور تبعه، وبده يصير في مقارنة. يعني بمعنى آخر إنه بعد 3 ساعات على سبيل المثال إجيت لقيته منظف نص القاعة بدي له سكور، وفي مرة أخرى إنه بعد 3 ساعات إجيت لقيته منظف كل القاعة بدي له سكور أعلى، فبالتالي هو بتعلم إنه والله إذا نظفت أكثر في وقت أقل بأخذ سكور أعلى. فهذا هو مفهوم reinforcement learning، بمعنى إنه أنا بجبره إجبار إنه هو يتجه في التعلم تبعه في اتجاه معين. semi supervised learning اللي هو يعني إنه بالضبط إنه يعني نصف تعليم إنه تحت الإشراف، إنه بدي له في البداية إنه شوية إشراف، بعديها إنه بيقدر يعتمد على نفسه ويتعلم لوحده، تمام؟ طيب حكينا كذلك المرة الماضية على التيورينج تيست، وحكينا إنه إنه الاختبار يعني إنه أنا أجي أعرف الذكاء الاصطناعي بشكل فورمال، إنه نحكي الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن كذا 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 كذا، هذا بيحطني في مأزق معين، لأنه ما فيش تعريف متفق عليه في اللغة للذكاء الاصطناعي. فكان المخرج في الموضوع إنه يكون في عندي اختبار، الاختبار هو بيحدد إنه هذه الماشين ذكية أو مش ذكية. والاختبار أنا عندي كان عندي A و B و C. A عبارة عن evaluator، وبي عبارة عن هيومن، وسي عبارة عن كمبيوتر. وحكينا إنه الإيفاليويتور بيحكي مع الكمبيوتر والهيومن من خلال تيرمينال شاشة وكيبورد، هو مش شايفهم. فإذا الكمبيوتر نجح إنه هو يقنع الإيفاليويتور إنه هو عبارة عن هيومن زي هذا بالضبط، فبالتالي إنه بنقدر نقول إنه الكمبيوتر هذا نجح في الاختبار إنه هو ذكي، في عنده ذكاء. أما إذا أنا اكتشفت إنه الإجابات تبعته إنه مبرمجة مسبقاً، معنى ذلك إنه هو فشل في الاختبار، فبالتالي ما فيش عنده الذكاء، تمام؟ ببساطة هذا هو الاختبار. طيب الآن من ضمن التعريفات كذلك بدي أشوف مصطلح اللي هو أنواع الـ AI. في أنا عندي 3 أنواع: Artificial Narrow Intelligence أو ANI، تمام؟ في هاي الحالة إنه أنا بدي يكون في عندي بدي أستخدم المشين ليرنينج في specific area أو في اختصاص معين. إيش أمثلة على هذه الشغلات؟ اللي هو سيري وأليكسا وكورتانا، بالإضافة للجوجل أسيستنت، إنه بستخدمه في مجال معين، فهذا اسمه Artificial Narrow Intelligence، تمام؟ وفي أنا عندي المصطلح الثاني اللي هو Artificial General Intelligence أو AGI، تمام؟ في هذه المرحلة الثانية إنه بصير عندي من التطور إنه بصير في عندي Machine Intelligence، تمام؟ فبالتالي إنه يعني في هذا المصطلح بشير للأجهزة الحاسوب اللي ممكن إنه يكون في عندها ذكاء في مجالات مختلفة، ممكن يكون في عندها ذكاء في مجالات مختلفة، تمام؟ وبعديها في عندي المرحلة الثالثة من الذكاء اللي هو Artificial Super Intelligence أو ASI. في هذه الحالة إنه الماشين بتنتقل لمرحلة جديدة اسمها ماشين كونشنسنس، أو إنه بيصير في عندها إدراك أو وعي، تمام؟ بمعنى آخر إنه بيصير في عندها مشاعر وبيصير في عندها إدراك ووعي وكل هاي الأمور. ف
فهذه الثلاث مراحل. هذه المرحلة الأولى إنه بيكون في دومين معين، بعديها المرحلة الثانية إنه بيكون في عدة دومينز، المرحلة الثالثة إنه بيكون في صار عنده إدراك ووعي. تمام؟ طيب نيجي الآن للتايم لاين تبع الاي اي، لأنه الاي اي طبعا في له تاريخ. أول ما ظهر يعني مصطلح الذكاء الاصطناعي كان في الخمسينات، خمسينات القرن الماضي. تمام؟ طبعا التواريخ هذه مش للحفظ أكيد بطبيعة الحال، إنه في الخمسينات القرن الماضي إنه آلان تيورينج اللي هو الوضع لتيورينج تيست، تمام؟ هو كان عالم رياضيات في يعني عصر الحرب العالمية الثانية، وزي ما حكينا إنه هو كان في له فضل في التشفير في الحرب العالمية الثانية، فبالتالي إنه هو الوضع التيورينج تيست. هذه المراحل تبعته، المراحل تبعته تلخيصا إنه أنا بدي أجي أحكي إنه الحكومات عادة إنه هي بتمول مشاريع الذكاء الاصطناعي، كان الذكاء الاصطناعي هو مجرد خيال في الخمسينات. تمام؟ ففعليا إنه الأبحاث في هذا المجال بتتطلب تمويل كبير. تمام؟ زي التمويل اللي بده يكون يعني لمشاريع برضو خيالية، زي مثلا إنه يعني رحلات الفضاء، لأنه هي بتتطلب كتير فلوس. الآن كان في جدل في الموضوع إنه هل الذكاء الاصطناعي فعلا مجدي أو مش مجدي، إحنا كبينا عليه فلوس كتير ولكن ما كانش فيه أنا عندي ناتج من هذه الأبحاث، بينما يعني كان في جدل إنه ليش ما إنه إحنا نصرف في هذا المجال، إنه لعل وعسى إنه ممكن إنه إحنا نحصل على نتيجة. ليش؟ لأنه إحنا شوف أكم ملايين من الدولارات إنه إحنا بنصرف سنويا على الكريمات وعلى مستحضرات التجميل وعلى الموضة وعلى أي شغلات من الشغلات الفاضية الثانية، يعني إن صح التعبير أو إذا بدك. فبالتالي إنه اللي بدي أقوله إنه الخلاصة إنه التمويل في الاي اي مر بمراحل جذب وجذر، يعني إنه كان في مراحل إنه كان في تمويل عالي، وكان في مراحل تانية إنه صار في إغلاق لكل مشاريع الاي اي لغاية مرحلة معينة في السبعينات، إنه صار في عندي ممكن يكون في عندي نتائج معينة. من الشغلات اللي كانت أنا عندي موجودة إليزا اللي هي عبارة عن Early Natural Language Processing Program، طبعا تم تطويره في الـ MIT. تمام؟ أنا بدي أترك لكم هذا الفيديو إنه أنتوا تتفرجوا عليه، إنه تشوفوا كيف إنه كان إنه هذا عبارة عن أول تشات بوت أنا كان موجود عندي. طبعا تطور هذا التشات بوت لغاية أواخر التسعينات، كانت إنه في نسخة منه إنه بتحاكي طبيب نفسي. الفكرة في الموضوع إنه طبيب النفسي إنه أنا باجي بجلس معاه وببدأ أحكي له على المشاكل تبعتي. تمام؟ بعد فترة بروح بسألني كيف إن شاء الله ارتحت هالجيت. فهو الفكرة تبعته إنه بيخليني إنه أنا أحكي وبيضلوا يسألني عن نقاط أنا بحكيها، بيضلوا كل مرة يسألني عن نقاط أنا بحكيها، فبالتالي بيخليني أحكي 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 لغاية ما يصل لمرحلة إنه يقول لي ها كيف إن شاء الله هلقيت ارتحت، إنه بعد ما أنت حكيت وفضفضت. كيف يعني إنه بيضلوا يسألني على نقاط أنا بحكيها؟ يعني على سبيل المثال أنا بحكي له أنا والله محبط، عندي محاضرات كتير، فبالتالي بروح بيسألني على معلومة أنا حكيتها، فبحكي لي إنه إيش المحاضرات اللي أنت بتعطيها؟ بقول له بعطي محاضرة كذا وكذا وكذا. طب المحاضرة هذه إيش المواضيع اللي أنت بتحكي فيها؟ طب هذه المحاضرات متى مواعيدها؟ فبالتالي بخليني أحكي أحكي أحكي، أسرد أسرد أسرد، فبعد شوية بيجي بحكي لي ها كيف إن شاء الله هلقيت ارتحت. فبالتالي زي كأنه محاكاة لذكاء الطبيب النفسي. طيب بدي أحكي على هذه المرحلة 1997 تحديدا. طبعا شركة IBM طورت جهاز كمبيوتر اسمه ديب بلو سوبر كمبيوتر، طبعا هزم بطل العالم في الشطرنج المعروف كاسباروف. طبعا هذا الفيديو هو اللي بيصور المباراة هذه، هو فعليا انه كان اول مرة فعليا انه
كمبيوتر بروجرام بيلعب شطرنج غلب أفضل لاعب في الشطرنج اللي هو بطل العالم في الشطرنج. تمام؟ هذه المراحل اللي بعديها لغاية لما وصلنا إنه السيلف درايفنج كار أول ما بدأت، أول ما ظهرت في 2009. طبعاً إحنا في 2020، يعني الآن بعد 11 سنة إنه كيف صار الوضع، حنشوف الآن. تمام؟ بعد هيك أنا عندي الداربا، الداربا اللي هي وزارة الدفاع الأمريكية، إنه بدأت تطور روبوتس. الروبوتس هذه في عندها ذكاء معين، فبالتالي إنه بده يصير استبدال للجيش النظام العادي بجيش من الروبوتات، فبالتالي إنه هو بروح بحارب عنا وبيعمل مهام خطرة، فبالتالي إنه مفهوم الـ AI يعني إنه تأثيره على حياتنا صار إنه له إشي، يعني إنه تأثير كبير فعلياً. تمام؟ فهذه كل واحدة من هذه الشغلات في إلها فيديو، أنا بدي أخليكم إنه أنتم تطلعوا عليها بهذا الشكل. زي ما حكيت كمان مرة، التواريخ هذه مش للحفظ، بس عشان تعرفوا إنه الـ AI اللي احنا وصلنا له في الخلاصة، يعني إنه الـ AI اللي وصلنا له اليوم ما إجاش يعني هيك دفعة واحدة، يعني بدأ من خمسينات القرن الماضي. تمام؟ وهو عبارة عن نتيجة تراكم أبحاث كثيرة في هذا المجال وتطويرات كثيرة في هذا المجال، والتمويل فيه مر بمراحل، يعني أو خلينا أقول إنه التقدم فيه مر بمراحل كانت ذروة، وكانت إنه تصل للقاع في منطقة معينة، فبالتالي إنه مش إجا دفعة واحدة، إنه إجا يعني بشكل تراكمي. طيب، بعد ما شفنا التايم لاين بدنا نرجع هنا نشوف الـ state of the art of machine learning. الـ state of the art، هل فعلا انه احنا ممكن يكون في عندي روبوت بحاكي انه خبرة الانسان ووضعه كتير متقدم؟ طبعا هذا الكلام بيعتمد، شفنا قبل شوية في التايم لاين، هنا التايم لاين أعتقد إنه هذا الارتيفيشال، هذا التايم لاين، إنه أنا في عندي هنا روبوتس مستخدمة هنا، هاي الروبوتس انه هذه للداربة وادائها كتير ممتاز طبعا، لانه يعني انا في عندي مستويين من العلم، انه العلم المتاح للعامة والعلم المتاح في وزارة الدفاع. تمام؟ فالروبوتس المطورة في وزارة الدفاع انه مستواها كتير متقدم، لانه العلم اللي بيكون هناك مش متاح للعامة. فعشان هيك انه انا بدي اجي احكي انه هل الروبوتس اللي موجودة حالياً منتشرة في السوق أو المتاحة للعامة، هل بتحاكي فعلاً قدرة الإنسان في مجال معين؟ فبدي أحكي لكم شغلتين. إنه إذا كان الروبوت هذا بيأدي مهمة محددة، بيكون أداؤه كتير ممتاز وممكن إنه هو يتفوق على البشر. لكن إذا كان أداء الروبوت أو عفوا تخصص الروبوت احنا عملناه انه بيتطلب فيه انه هو يكون في عنده، يعني انه بتعامل مع عدة مجالات، بيكون اداؤه كتير سيء وصعب انه هو يتفوق على البشر. كمان مرة اجمالا للموضوع، الايجنتس اللي بتكون محددة لتاسك محددة بيكون ادائها ممتاز، لانه بتكون سبيسيفيك دومين، بتحل مشكلة محددة و تتفوق، ممكن انه هي تتفوق على البشر. بينما لما يكون الايجنت هذا مطلوب منه انه هو يكون في عدة انظمة بدي اربطها مع بعض وتتفاعل مع بعض، ممكن يكون اداؤه سيء، يعني مش بالمستوى المطلوب. والدليل على ذلك هذا اللاعب، عارفينه مين؟ مش عارفين هذا اللاعب؟ ميسي. تمام؟ لا، في منكم بيتابعوا كرة قدم؟
طيب وهذا عبارة عن روبوت. لو اجيتي قارنتي أداء طبعا التاسك هذه بتتطلب انتليجنس انه هو بده يحافظ على الكره وبده يتجاوز المدافعين ونفس الفك ونفس الوقت انه هو بده يصوب على المرمى ويسدد الهدف. بينما الروبوت زي ما انتم شايفين انه ايش الانظمه المتعدده اللي موجوده في الروبوت هذا، انه هو بده يكون في عنده نظام رؤيه كمبيوتر فيجن، وبده يكون في عنده نظام حركه تمام، وبده يكون في عنده نظام تصويب انه هو بده يسدد المرمى في الهدف. فبالتالي تفاعل الانظمه الثلاثه بالاضافه لانظمه ثانيه كثير، هذه الانظمه الرئيسيه اللي انا بحكي عنها، تفاعل الانظمه الثلاثه هاي بتطلب منها تنسيق عالي، فبالتالي ادائها بيكون مش من المستوى المطلوب. فلو رجعنا من الاول وقارنته اداء الروبوت، هاي الروبوت بتطلع تحت على الكوره، بتطلع تحت على الكوره لأنه نظام الحركة فيه برضو بده يحافظ على التوازن تبعه، هذه شغلة مهمة، وبرضو بده يلحق الكرة لأنه الكرة ممكن تروح في اتجاه معين. لاحظوا عند مرحلة معينة أنه بده يتطلع على المرمى، شوفي حيتطلع على الأمام الآن، حيتطلع فوق على المرمى، حدد وين مكان وهيه بده يسدد، وفي الأخير تطلع برا مش هدف. فبالتالي هاي اللي أنا بقصده إنه لما يكون في عندي روبوت بيعمل عدة مهام أداؤه أكيد لا يقارن بلاعب كرة محترف زي ميسي. بينما في عندي تطبيقات تانية، هذا عبارة عن روبوت، إيش الوظيفة تبعته؟ تنظيف. خلاص أنت وظيفتك تنظف بس، فبالتالي هو بيركز في هذه المهمة، فبالتالي ممكن يتفوق على البشر. ليش؟ لأنه بتعبش، متوفر 24/7، 24 ساعة على 7 أيام، وبنظف يعني كل مكان إنه هو عنده خريطة، وعنده خريطة إنه بيقدر يتعرف إنه هذه المنطقة متسخة وهذه المنطقة مش متسخة. فبالتالي لو أنا بدي أدخل يعني عامل إنه هو يدخل في حظيرة بقر وإنه هو ينظف، قديش إنه هو ممكن يتحمل؟ لكن هذا الروبوت لا بكل ولا بمل، وبرضه في نفس الوقت عنده ذكاء. ليش عنده ذكاء؟ لأنه أنا بديش إياه يضله يلف في أماكن فاضية، وبده يكون في عنده ذكاء إنه هو يتجاوز البقر تمام، وفي نفس الوقت إنه بده يضله ينظف، مش يضله ينظف في نفس المكان طوال الوقت. فبالتالي في عنده ذكاء هذا الروبوت، هذا بتفوق على البشر. لكن إنه إحنا نسوي روبوت يلعب كرة قدم مستحيل، مش مستحيل، صعب. لسه احنا لسه ما وصلناش لهذه المرحله. فهذا المهم جدا انه احنا نعرفه في الستيت اوف ذا ارت في الاي اي، حاله او احدث ما توصل اليه العلم في الذكاء الاصطناعي. في عندي روبوت مشهور اسمها صوفيا. صوفيا فعليا لو انتم طلعتوا عليها هي من تصنيع شركة هانسون روبوتكس، هذه الشركة في هونغ كونغ من أكثر الشركات المتقدمة في تصنيع الروبوتس. في عندها القدرة أنه هي تفهم لغة البشر وتتفاعل معها، وعندها القدرة على التعبير على المشاعر تمام. في مرة من المرات ما هي هذه هي يعني تم تصميمها بحيث انه هي يكون عندها القدره انه هي تحسن ادائها مع الوقت، تكتسب معلومات جديده وبتحسن ادائها مع الوقت. في مره من المرات انه حكت انه اوكي اي ويل ديستروي هيومنز، انه هي حتدمر البشر. وهذا الكلام انه بده ينقلني هنا ل لبلينكي. بلينكي هذا عبارة عن روبوت، هذا عبارة عن فيلم قصير بدي اياكم تتفرجوا عليه في البيت، بس ما تتفرجوش عليه في الليل لأنه في شوية رعب. الفكرة في الموضوع يعني انه عشان اساعدكم انه تفهموا قصة الفيلم، انه الروبوت هذا انه كان رغبة طفل صغير في أسرة انه جيبوا لي اياه تمام. فبالتالي وظيفة الروبوت هذا انه هو يسلي الطفل الصغير هذا.
تمام. طبعا الروبوت بيحكي مع الصغير، وإذا هو بفسر الكلام حرفيا معنى ذلك أنه هذه مشكلة. في مرة من المرات يعني هاي الحوار أنتم حتلاقوه أنا مسجلكم إياه تحت، تمام. في مرة من المرات والدة الطفل إجت وأنه لقته أنه هو عامل فوضى، فايش بتحكي له؟ بتحكي له إذا بتضلك تعمل فوضى رح أخلي بلينكي يسويك على العشاء. طبعا بلينكي ما كدبش خبر، وهذا الكلام انه انا بدي احكي لكم اياه، انه انا اذا حكيت لكم المره الجايه اذا انتم ما جيتوش عاملين الواجب بدي اخلص عليكم. طبعا انتم ممكن تفهموا الكلام ليترالي انه انا فعلا حخلص عليكم، وبتفهموا انه انتم انا بقصد بكلامي انه انتم المره الجايه لازم تيجوا عاملين الواجب، ما حدش يجي مش عامل الواجب، تمام. طبعا هذه القدره انه تفسير الكلام ليترالي حرفيا، والقدره انه انت تفهمي المعنى اللي وراء النص، هذا اكيد بيتطلب قدرة ذكاء عالية. فعشان هيك هذا اللي بفسر انه الصوفية في مرة من المرات انه قالت ماشي اوكي انا حدمر كل البشرية. انا خايف انه في مرحلة من المراحل انه الروبوتس انه فعلا انه هي تعمل لوبي وانه هي تسيطر على البشر، فبتصير انه هي بتوظفنا بدل ما احنا بنوظفها، تمام. طبعا هنا انا حطيت لكم بعض المقاطع. طبعا هذه محادثة، هذه صوفية انه انتم تشوفوا كيف. طبعا هذه الايموشنز اللي Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes. Talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human robot interactions. We're designing these robots to serve حاجات. هذا الروبوت ايش بتطلب؟ من المواضيع اللي هنا، من المواضيع اللي هنا عند الـ AI هاي. What is AI؟ هنا هاي المواضيع ايش بتطلب؟ Computer vision, natural language understanding, machine learning وكذلك neural networks. بتطلب كل هاي، يعني بتطلب كل، يعني متخيلين مقدار التعقيد، انه هو يقدر يفهم لغة البشر، يقدر يفهم السبيتش، بالإضافة أنه يكون في عنده القدرة على التعلم، بالإضافة أنه يكون في عنده نظام رؤية أنه هو يقدر يتعرف على الأوبجكت ديتكشن. بالمناسبة أنا ممكن أنزل تحت هنا بشكل سريع أنه أنا أفهمكم شو مفهوم الكمبيوتر فيجن. زي هيك الكمبيوتر فيجن أنه أنا بده يكون في عندي أنه أوبجكت ديتكشن، أنه هذا يتعرف عليها أنه هذه أورانج، وهذه طبعا 95% أنه هو قديش مقدار متأكد أنه هي هذه عبارة عن أورانج، وهذه أبل 99%، هذه بانانا. زي هيك في هذا الفيديو القصير بيوضح شو مفهوم الكمبيوتر فيجن، أنه بده يكون في عنده القدرة على التعرف على الأشياء، أنه هذا الأوبجكت هذا عبارة عن كرسي، هذا عبارة عن بيرسون شخص، هذا عبارة عن بني آدم. زي هيك وهنا بيقربنا لمفهوم السيلف درايفنج كارز. مفهوم السيلف درايفنج كارز انه انا بدي يكون في عندي القدره للسياره انه هي تتعرف على الاوبجكتس اللي موجوده في الطريق. زي ايش مثلا؟ انه هدول عباره عن سيارات، هذه عباره عن اشاره ضوئيه، شايفين كيف بعمل ليبل لكل واحدة انه هذه تراك وهذه كار. زي هيك تمام، هذه ايربلين طائره. فبالتالي السيلف درايفنج كارز في عندها نظام كمبيوتر فيجن بيقدر يحدد انه انا ماشي على الطريق وانه انا في قدامي سياره، في قدامي شخص، في قدامي اشاره مرور. شايفين هدول المعلمات؟ هذه ترافيك لايت، بتعرف عليها انه هي ترافيك لايت، اشاره ضوئيه، تمام. فهذا هو مفهوم الكمبيوتر فيجن. فبدنا نرجع لصوفيا هنا. طبعا هنا في هذه الكونفرزيشن انه هو فعلا بيحاول انه هو يتحداها، انه هي بيشوف هل عندها اجابات مسبقه ولا لا. وهذا الكلام انه ممكن انه انا اورجيكم اياه في المحادثه. اعتقد انه المحادثه هنا لو فتحته في اليوتيوب، هاي المحادثه انه هنا هاي صوفيا هاو ار يو، وهنا صوفيا اي ام فاين هاي. ف
هنا من ضمن الإجابات إنه صوفيا يعني هنا سألها سؤال إنه what kind of robotics I'm living and I'm working with now. يعني هي صوفيا بتقول له خلي بالك يعني أنت محاط بالروبوتكس وأنت موجود أنت عندك روبوتكس في البيت وأنت مش داري. فهو بسألها إنه إيش هي الروبوتكس اللي موجودة أنا حواليها وأنا مش داري فيها. فصوفيا ما كانش في عندها إجابة فحكت indeed عن جد. فراح حكى لها إنه is indeed your default answer when you don't know something. معنى ذلك إنه هل عن جد إنه هي اللي هي الإجابة الافتراضية المبرمجة مسبقاً عندك لما أنت ما تعرفيش شغلة معينة. فبالتالي أنا لما أنزنق في شغلة معينة أنا مش عارف الجواب ممكن أقول عن جد فمبرمجة مسبقاً. معنى ذلك إنه في هذا الفيديو إنه هو فعلاً بسألها أسئلة What are your feelings and preferences? فممكن أن تتفرجوا على الفيديو براحتكم وتشوفوا كيف المحادثة إنه هو فعلاً إنه الظاهر إنه هي متقدمة جداً. لكن لما إنه إحنا نيجي في محادثة معينة إنه لا في بعض الشغلات المبرمجة بشكل مسبق ما عندهاش الذكاء الكافي. لكن اللي بيخوف الموضوع إنه هي عندها القدرة إنه هي تتعلم. وهي يعني طبعا انه تم بناءها اكيد من 2016 والان لها 4 سنوات وادائها بيتحسن وهذا شيء بخوف. تمام. طيب هنا في انا عندي problems صعبه moral questions. لو انا جيت سالتك سؤال انه لو انت كنت ماشيه في سياره وكان في عندك خيارين انه انت خيار انه انت تقتلي طفل صغير ولا تقتلي مثلا 3 اشخاص عواجيز. انت في السياره ماشيه وفيش عندك خيار يا بدك تخبطي هذول يا تخبطي هذول. هذا سؤال له علاقه بالاخلاق وهذا الكلام طبعا سؤال جدلي بيختلف فممكن يقول لا الناس الكبار حرام خلينا الولد الصغير هذا لسه ما شافش حاجة فبالتالي لو راح مش مشكلة. وفي ناس بتقول لا الولد الصغير لسه قدامه كتير وهدول يعني خلاص يفترض انهم شبعوا من الحياة بكفيهم يعني. فهذه moral questions فبدنا نشوف انه اجابتها على هذا السؤال. فهنا getting some help from AI at home is all well and good. What's 5 people who are tied to the tracks? هاي الفكرة في الموضوع. لو كان في انا عندي روبوت خلينا انه هو في محطة القطار انه هو يحدد مسار القطار انه هو يروح بهذا الاتجاه او يروح بهذا الاتجاه ولازم يكون في عنده انتليجنس ذكاء ايش الديسيجن تبعه المفروض يكون. هذه من المشاكل الصعبة لانه اصلا فيها جدل بيناتنا احنا كبشر. فما بالك انه احنا لما بدنا نخلي فيها انتليجنس انه تخليها انه يدهس هذا الشخص الواحد ولا ال5 اشخاص هذول. فهذه هي المورال كويستشنز المقصود فيها بالأسئلة الأخلاقية في هذا الإطار. في بدي أختم أنا بشغلتين إنه أنا هذا نظام إنه كمبيوتر فيجن إنه أنا ممكن إنه أشغل الروبوت هذا أنا عندي في المحاضرة إنه هو يراقب وجوهكم طوال الوقت تمام عشان إنه أنا أعرف إنه المحاضرة تبعتي مملة ولا لا. فبالتالي بيقدر يحدد الطلاب انه هم منتبهين طوال الوقت فبالتالي بروح بحدد لي كل واحدة منكم انه قديش انه انتبهت في المحاضرة وهل هي كانت انه يعني انه مبسوطة في المحاضرة ولا كانت انه المحاضرة مملة. فهذا تطبيق من تطبيقات الكمبيوتر فيجن تتطلب ذكاء اصطناعي انه هي تتعرف على الوجوه وتتعرف على حالة الوجه هذا طوال الوقت انه هي تعملها. اخر حاجة بدي اعملكم انه اعطيكم اياها انه هي الجوجل اسيستنس ان عربيك مراجعة على المساعد الرقمي الشخصي لجوجل. هذه أنا عملتها تمام فممكن أن تتفرجوا عليها على البيت في البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف أساعدك؟ كيف الحال؟ أنا بأفضل حال شكرا على السؤال. هل من شيء أفعله للمساعدة؟ هل أنت ولد أم بنت؟ أفضل البقاء على الحياد. هذا المساعد الشخصي تبع جوجل. طبعا لاحظوا كل مره انه انا بساله بحاول انه اساله اشوف انه اعمل معاه محادثه عاديه كشخص عادي فبساله انه كيف الحال الحمد لله كيف ممكن اساعدك.
بركز كل مرة إنه أنا كيف ممكن أساعدك، إنه هو بركز على هاي النقطة. لما حكيت له إنه كيف الحال وحكى لي إنه الحمد لله تمام، إنه برجع مرة تانية تفضل كيف ممكن أخدمك، كيف ممكن أساعدك، برضو برجع للتاسك الرئيسية تبعته إنه هو يجاوب على الأسئلة. هذا ممكن أسأله إنه إيش أقرب رحلة قطار بالنسبة لإلي، إيش المسافة بين كذا وكذا، إيش أقرب مطعم بيتزا موجود حواليا. كل هاي الأسئلة اللي أنتم بتخطر على بالكم ممكن إنه أنتم تنزلوه عندكم في البيت وتجربوه بنفسكم. لما سألته سؤال يعني بيتطلب ذكاء، يعني إنه هل أنت ولد أم بنت، فأكيد بطبيعة الحال إنه هذه الإجابة مبرمجة مسبقاً، إنه متوقعين إنه حدا ممكن يسأل شغلة زي هيك، فبالتالي إنه الإجابة بطبيعة الحال فني، يعني مضحكة. ليش؟ لأنه يعني مع إنه واضح إنه الصوت فيميل، لكن إنه هو بيقول أنا بفضل البقاء على الحياد، أنا مش ولد ولا بنت. تمام؟ بدي اترككم انه انتم تطلعوا على الفيديوهات هذه بحيث انه انتم فعلا تشوفوا ايش هي الستيت اوف ذا ارت تبعت الاي اي. والمحاضره الجايه ان شاء الله بنبدا في الايجنت ان شاء الله. في حدا عنده اي سؤال او اي كيف عندك الاوتلاين هيو موجود هنا، ممكن انه انت تطلع على المواضيع تبعته، بالاضافه انه انت ممكن تشوف الفيديو تبع المحاضره السابقه بتشوفي ايش طبيعه المواضيع قديش مدى صعوبه تبعتها. في امتحان موجود هذا الكلام هنا، في عندك في الاوتلاين، في عندك امتحان نصفي وامتحان نهائي، وفي عندك الواجبات عليها 20%. لا، يعطيكم العافيه.